النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم استمرت الأجواء الحارة نسبيا بالسيطرة في عموم مناطق المملكة. كانت درجات الحرارة حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، بالتزامن مع سيطرة الأجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، عموم منطقة بلاد الشام والعراق، وأيضا شمال المملكة العربية السعودية من الغيوم، كنتيجة لسيطرة لمرتفع جوي في طبقات الجو العالية تمنع تشكل أي غيوم فوق سماء هذه المناطق. نتحدث الآن أكثر حول درجات الحرارة باستعراضنا لهذه الخرائط لتوزيع الكتل الهوائية في طبقات الجو المتوسطة من نهار اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء. يوم الأحد تبقى المملكة تحت التأثيرات المحدودة لهذه الكتل الهوائية الشديدة الحرارة المتمركزة فوق الجزيرة العربية. تأثيراتها كما ذكرنا تكون محدودة على منطقة بلاد الشام على شكل أجواء حارة نسبيا ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام. الليلة تنخفض الدرجات الحرارة ليسوء الطقس معتدل في الجبال والسهول، بينما يكون دافئ في المناطق المنخفضة. يوم الاثنين لا تغير الحالة الجوية، تستمر الأجواء حارة نسبيا خلال ساعات النهار وتنخفض ليلا، تصبح الأجواء معتدلة في الجبال والسهول، بينما تكون دافئة في المناطق المنخفضة تحديدا منطقة الأغوار، البحر الميت، وأيضا منطقة العقبة. يوم الثلاثاء أيضا لا تغير الحالة الجوية، تستمر الأجواء حارة نسبيا خلال ساعات النهار ومعتدلة إلى دافئة خلال ساعات الليل. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية بشكل عام، أجواء معتدلة إلى مائلة للدفء نوعا ما، 23 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 23، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة شمالية غربية الاتجاه. نقف العاصمة عمان والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، لا تغيير الحالة الجوية خلال الثلاث أيام القادمة، تستمر درجات الحرارة حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، أجواء حارة نسبيا خلال ساعات النهار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بينما تكون الأجواء معتدلة إلى مائلة للدفء خلال ساعات الليل مع تسجيل 23 إلى 22 درجة مئوية. نذهب الآن ونستعرض وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة ليوم الاثنين. طقس صافي، المفرق 35 إلى 22، إربد 33 إلى 22، جرش 34 إلى 24، وعجلون 31 إلى 21 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الوسطى، الزرقاء 35 إلى 25، البلقاء 33 إلى 23، عمان 32 إلى 23، مأدبة 33 إلى 23، وأجواء حارة في البحر الميت مع 28 إلى 31 درجة مئوية. نذهب الآن جنوبا نحو الكرك، طقس صافي 32 إلى 22، الطفيلة 31 إلى 22، معان 36 إلى 24، الشوبك 29 إلى 20، والعقبة 41 إلى 31 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية، الأزرق 39 إلى 25، نفس الأجواء والحرارة في الصفاوي، أما رويشد 39 إلى 24 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.